في شهر رمضان تتحول القلوب إلى محطات للخير والمساعدة. بدأت قصة تحمل بين طياتها أعمال خير وعطاء لا تنتهي. هي حكاية خير، المبادرة التي أسسها ونفذها مجلس القبائل والعائلات المصرية لتمتد كمسار للأمل والعطاء. بدأت حكاية خير بقافلة من الأمل مكونة من أكثر من 100 شاحنة. استمرت القافلة في رحلتها الإنسانية بإرسال الغذاء والمستلزمات الضرورية لتلبية احتياجات أهالي غزة، آملين أن نكن أحد أسباب تخفيف معاناتهم. ولتتحول الأماني لواقع ملموس، وإيماناً بالترابط الأسري بدأنا حملة تيسير الزواج لتحقيق أماني أكثر من 6886 زوج وزوجة. انتقلت حكاية خير لرحلة بناء وتجديد بافتتاح عدد من المساجد. تجمعنا يعكس وحدتنا، لذلك تواصل حكاية خير رحلتها بتنظيم حملة إفطار صائم في مختلف المحافظات، وتمتد هذه الموائد لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، وتتسع دائرة العطاء لتشمل توزيع أكثر من 150,000 من المساعدات الغذائية لأهالينا في كل محافظات مصر بمساعدة شركاء الخير. ولأن أطفالنا هم بذرة المستقبل، بدأنا حملة تحفيظ القرآن لأكثر من 500 طفل على مستوى محافظات مصر لتعلم وحفظ كتاب الله العزيز. في نهاية هذه الحكاية يبقى الأمل شعلة تشتعل في القلوب، والخير رمزا يتوارثه الأجيال. حكاية خير مسيرة لا تنتهي، ورحلة تتواصل بأياد تبوح بالحب والعطاء. إنها حكاية خير، حكاية تثبت أن الخير لا ينضب، وأن قلوب الناس ما زالت تخفق بالحب والإخاء.